واحد صديقي بعت لي، صديقي علي محي الدين عشان لو سمعنا يعني، بيبعت لي دايما رسائل كده، في حاجه بتقول الله يرحمك يا ستي. ف ايه قالت ستي، فجايبين شويه امثله الحقيقه ما كنتش اعرفها، ما سمعتهاش يعني قبل كده. خايف اهز غربالي يقع منه كل عزيز وغالي. اه والله لو هزت كده هتبقى فضيحه، ناس من لحمك ودمك بايعينك، ما تلومش بقى علي لسه امبارح عارفينك. ايه اللي حصل؟ واحنا بنقول دايما لما يجي يوم الجمعه دايما بنقول يا جماعه اسالوا يا جماعه، ففوجئت بشويه رسائل دي اللي توفرت معايا دلوقتي. يعني الاستاذه سيانت اسمها يوسف، مش عارف الاسم مكتوب غلط ولا ايه، الله يبارك فيك مش عارف ايه. طيب واللي نفسه شالت كتير من اهله واخد جنب منهم من كتر ظلمهم يعمل ايه؟ يعني انا مش هقول لحضرتك يعمل ايه، بس يعني انا هقول الرسائل. يعني انا مش مؤهل، انا لا استاذ علم نفس ولا استاذ اجتماع ولا رجل دين، انا يعني مواطن زيك. ده اسمها يا رب رضاك والجنة، والله مش بيسألوا ولا حتى في الأعياد، هيسألهم الجمعة في نفس البلد ومش بشوفهم بالسنين. هتقول لي اسأل انتي، مفيش رقم بيرد عندهم. زعلت كتير لدرجة ان جالي تقول برود ولا عنت ولا حاجة زي كده، بزعل ولا بفرح، ما بقتش اعتني لا بزعل ولا بفرح، بقى موضوع عادي. جالها يعني تبلدت تجاه القضية دي، يعني تبلدت تجاه أهلها، لا بتحب ولا بتكره بس متضايقة. أحمد زمورة، كل واحد بيقول يلا نفسي يا أستاذ الأيام دي، كل واحد بيقول يلا نفسي يا أستاذ الأيام دي، ولا بيسأل حتى على أخوه. يا ترى إيه وصل الناس لكده؟ ده بقى إيه؟ عم أحمد برضو بياخد الحكاية في سكة كويسة. إيه اللي عمل كده؟ لأن دي مش طبعنا، مش أخلاقنا، مش الإنسانية، مش الإنسانية على فكرة، مش بتكلم على مصر الإنسانية بشكل عام في المطلق. هل هو ضعف إيمان ولا مشاكل الحياة ولا الغلا والهم؟ أما عطية زكريا بيقول واللي أهله مش بيسألوا فيه يعمل إيه؟ والغريب إن لقيت برضه واحدة تانية اسمها أميرة القصر كاتبة نفس الكلمة، واللي اهله مش بيسالوا فيه يعمل ايه؟ والله يا استاذ محدش بيسال غير لسبب، ده لو سالوا، ولا حد بيعرف التاني، كلهم قلوب اعوذ بالله سودة، ولا يحبوا الخير غير لانفسهم. الحمد لله. الكلام ده ساميه بتقول لنا الكلام ده بقى موضه قديمه، اولد فاشن، صح كده وبتاع؟ يا استاذ محمود ربنا يرحمنا برحمته. يعني مش ممكن المشاعر الإنسانية والمحبة تبقى موضة قديمة. إنما اللي طرحه الأخ اللي سأل سؤال قال إنه ده كلام بقى الأخ أحمد، إيه اللي وصل الناس لكده؟ ضعف الإيمان ولا مشاكل الحياة ولا الغلا والهم؟ بقى على كل واحد عنده خصومة مع أهله أو العلاقة بينهم يعني سيئة أو جافة، عليه أنه ينظر لأهله مالهم فيهم إيه؟ هم طول عمرهم كده، يعني هم طول عمرهم يقول لك ده راضي بيقولوا عليه كده، يعني طول عمرهم كده ولا الحياة عملت فيهم كده؟ ولا الحكاية دي تبقى قاسية جدا. وانا مش حاضر اقول لك ايه الحل، لان انا ممكن الدكتور عمرو بكره يقول لنا ايه المسائل دي بتحصل ليه وبتتعمل ليه. لكن عايز اقول لكل واحد انه لما تكبر كده وشعرك ابيض زي حالاتي وتلاقي الركب تعبانه والمشي يا دوبك يعني واقف كده يعني بالدراع، هتكتشف انه القسوه دي مش هقول لك على الايمان والدين والقران والانجيل والكتب السماويه والدعاوي الانسانيه، لا 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 خالص. هتكتشف ان مالكش حد غيرهم، دي مفيش فيها مفر، حتى كانت اخلاقهم زي الزفت هتكتشف ان مالكش حد غيرهم، مالكش حد غير مراتك وعيالك وقرايبك. ف
إذا لم يتقدم هو فتقدم أنت، وتقدم 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 لغاية ما النفس تتكسر. وإذا كان على القصص الخاصة بالناس العظماء بتوعنا، سواء مفكرين أو ناس رجال دين أو ناس من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، أحكي لك حكايات للصبح عن إنه فلان اختلف مع فلان وإزاي صالح وإزاي عمله وإزاي سووا وإزاي بتاع، في حكايات للصبح. لكن أنا مش محتاج أقول لك دوت، لأن أنا مش مؤهل أو مش مخول إن أنا أقول لك نصيحة، لأن أنا ما بحبش كلمة النصيحة دي. إنما ممكن أقول لك عيد التفكير، إذا كنت غاضب من أخوك، غاضب من والدتك، غاضب من مراتك، غاضب من أختك، غاضب من عمك، غاضب من خالك، عيد التفكير. لأنه مش بخوفك والله، مش خوف، لأنه في لقاء آخر، في جانب آخر. هم إذا كان بعضهم لسه ما راحوش هناك، أو هم راحوا ولاده اللي موجودين، فهتلتقي النفوس مهما كان قريبك بعيد عنك، ومش هتشوفه، هيحصل لقاء. يعني وبعدين حقيقي، الحقيقة اللي باينة من كل الدراسات وأقوال الناس المفكرين، إن الحاجات دي بتتكرر. فاحرص على إنك أنت لا تسيء لأمك عشان ابنك ما يسيئلكش. بتحصل، أيوة هي بتحصل كده، هي كده، هي كده. ما تسئش لحد قريبك، لأنه ممكن حد يسئلك من قرايبك الناحية التانية اللي أنت بتحبهم. وبعدين الفكرة في أنه أنت لما بتسأل على فلان، بتسأل ليه عليه؟ عشان ترضيه ولا عشان ترضي نفسك؟ لما بتعمل خير بتعمله عشان أنت عايز تعمله، ولا بتعمله مجاملة؟ هي دي النقطة. إذا كنت أنت بتتقدم من باب المحبة الإنسانية، ومن باب التعاون، ومن باب الألفة والمودة، مش ضروري. على فكرة مش ضروري، يعني أنا كتير جدا ماشي في العربية لأحد كده مشاور وما فيش حاجة، يعني ما يسلمش علي، مش مشكلة. على فكرة مش مشكلة، وممكن تكون معدي على ناس السلام عليكم ومحدش يرد عليك، مش مشكلة. إنما أنت هتنام مستريح والله، وهتشتغل وانت مرتاح، ان انت ما قصرتش، كلمت دوت وكلمت دوت. انا كلمت جوز خالتي في العيد الصغير، وبعدين جه العيد الكبير ما كلمنيش، بكلمه تاني، وجي رمضان بكلمه تاني، وحصل مناسبة ايه بكلمه تالت. مش ضروري لو اكلمك، مش ضروري خالص. انت تفعل لك ام له؟ اذا كنت تفعل له فخلاص، دي ما فيهاش انسانية بقى، ده هات وخد. إنما إذا كنت تفعل محبة ومودة ودي طبيعتك، هتلاقي نفسك إنسان تاني خالص. بس ده اللي أقدر أقوله، لأنه دي التجارب اللي أثبتها العلماء وحاجات زي كده. فأنا هفضل أقول برضو، وأنا آسف إن أنا جرحت ناس وخليت ناس يعني اتأثرت بالكلام، لأن هم محدش بيسأل عليهم.